يقام تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. وحول هذا المعرض معنا على الخط المباشر أستاذ محمد الأنصاري الوكيل المساعد لشؤون العمل. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير، أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. بداية لو تحدثنا عن أهم استعدادات الوزارة لهذا المعرض. بداية هذا المعرض يأتي المعرض الثاني بعد ما كان المعرض الأول في 2010، وهذا المعرض في 2010 لاقى نجاح كبير. في ذاك الفترة نجحنا في توظيف أعداد كبيرة من الإناث. هذا النجاح يعني خلانا نتشجع أن نقوم بالمعرض الثاني. المعرض الثاني جاء بمبادرة شخصية من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة، وهي شخصيا من وجهت بقيام وزارة العمل بتنفيذ هذا المعرض بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة. الهدف من المعرض هذا تشجيع توظيف الإناث وإيجاد فرص تدريبية مناسبة لهم، بالإضافة إلى تشجيع الإناث الانخراط في برامج ريادة الأعمال. لحد أعداد المشاركة من الشركات 82 شركة مشاركة معانا تقدم شواغر، بالإضافة إلى 15 جهة تدريبية تقدم برامج تدريب وبرامج تقييم الباحثين عن عمل. تقريبا 2900 شاغر مخصص للإناث متوفر في هذا المعرض، بالإضافة إلى أكثر من 700 فرصة تدريب، إضافة إلى عدد غير محدود من برامج دعم ريادة الأعمال. يعني إذا الواحدة تقرر أن تبي تتوظف، في حول 2900 وظيفة شفناها تحتاج تدريب، في 700 فرصة تدريب. بغت تفتح مشروعها، في بنوك موجودة مدعومة من قبل الحكومة وبرامج من قبل تمكين تدعمهم لتوفير برامج لاقتراض الميسر، وفي مجموعة من يعني الجهات اللي تساعدهم في إنشاء هذه المشاريع إلى أن تقف على رجلها، بالإضافة إلى ستاند خاص، موقع خاص. إلى هذا شيء جديد لعدد من المخترعات البحرينيات. الفكرة من هذا الموقع أيضا أن الناس اللي يخرجون الآن من الجامعات، الفتيات خصوصا، بدل ما يدخلون بشكل اعتيادي إلى سوق العمل أن يتباحث عن عمل، لا، يصير لهم هيد هانتينج، يصير لهم الشركات يروحون الجامعات ويشوفون الجامعات هذه من ممكن أن يتبنونه من اللحظة الأولى من بداية التخرج، أو يمكن حتى من فترة الاستعداد للتخرج السنة الأخيرة من الدراسة، يشوفونه من خلال البرامج اللي توفرها الجامعات لدعم الاختراعات والابتكار العلمي. فاخترنا مجموعة من الناس اللي عندهم ابتكارات متميزة، وهذا باب جديد للشركات على أساس أن يتعرفون مباشرة على هذا النوع وهذه الفئة اللي هي قادرة على أن تضيف لسوق العمل شيء جديد. ونأمل أن السنوات المقبلة أن يخرج عندنا مجموعة من الباحثات عن العمل أو الباحثين عن العمل أن يكونون متوظفين، مو وظيفة اعتيادية أن يدخل في الشركة كموظف يجرون معاه مقابلة ووصفونه، لا، الشركة هي تروح له في موقع عمله تستقطبه على أساس أن هذا مبتكر. حلوة هذه الفكرة بالنسبة تفضل. هو عندنا يعني أربع فئات الآن: فئة التوظيف، فئة التدريب، وفئة رواد الأعمال، وفئة المبتكرون أو المخترعون. طيب، خلنا أسأل عن جزئية أو فئة يعني التوظيف بالتحديد. بالنسبة أن احنا يعني قاعدين نتكلم عن معرض أنه هو يوفر 2900 يعني شاغر مثل ما انت ذكرت استاذ محمد، بالنسبه للاحصائيات الموجوده عندكم لباحثات العمل اللي موجودين في يعني وزاره العمل او متقدمين لوزاره العمل ومؤهلاتهم العلميه، هل تتناسب هذه الطلبات الموجوده في وزاره العمل مع الشواغر المتوفره ايضا في هذا المعرض؟ احنا يعني قمنا قبل المعرض هذه بثلاثه شهور بمسح ميداني وعمليه تسويق دقيقة أو كبيرة على أساس أن نستقطب من هذه الشركات ونقنعهم بأن يعطونا شواغر متناسبة مع احتياجات الباحثات عن العمل. طبعا دائما يوجد فئة من الباحثات عن العمل في البحرين أو في أي مكان أنه يحتاجون إلى المزيد من التدريب على أساس أنه
يكونون متناسبين أيضا مع الشواغر الموجودة. هذه ناحية. ناحية أخرى الباحثات عن العمل اللي ما نحصل لهم شواغر نقوم بتوفير برامج تدريبية تأهلهم لوظائف قريبة لتخصصاتهم، خصوصا أن يعني البرامج هذه كلها أيضا تكون ليس فقط يعني نغطي تكلفة البرنامج بل نعطي مكافآت يعني مناسبة للباحث عن العمل أثناء التدريب. مثلا الجامعيين نعطي مكافأة 200 دينار طول فترة التدريب ماله، إذا كانت 3 شهور 4 شهور 6 شهور يستلم راتب أثناء فترة التدريب ماله، بالإضافة إلى تغطية النفقات مال التدريب. فإحنا نحاول يعني أن نوفر كل الاحتياجات الموجودة، ما على الباحث إلا أنه يجي ويجتهد ويعني يبذل جهده ويحضر روحه بشكل مناسب لدخول هذه المقابلات، لأن هذا الباب الأول يعني الإمبريشن الأول التصور الأول لصاحب العمل عن الباحث عن العمل هذا. فإذا قدر يدخل بمدخل قوي ومستعد وباللبس مناسب واللغة مناسبة وأسلوب مناسب وثقة كاملة، إذا شاف عنده احتياج قبل لا يدخل المقابلة أو قبل ما يقدم أوراقه إلى بعض المساعدة فيه في يعني المعرض هناك أكثر من موقع يساعدونه في هذه الأمور، يساعدونه شلون يكتب سيرته الذاتية إذا مو مكتوبة، إذا يوم ما طبعها إحنا عندنا أجهزة طباعة نطبعها له، إذا مو بعارف شلون يروح عند في عندنا قرابة 100 مرشد توظيف في الوزارة موجودين فقط لمساعدة الباحثين إن شلون يقدمون شلون يتكلمون موجودين في المعرض هنا. جميل. إذن كافة أنواع المساعدات يوفرها هذا المعرض للباحثات عن العمل لتهيئتهم بالصورة الكاملة لمقابلات العمل وللوظائف المطروحة من خلال هذا المعرض. سؤالنا الأخير لك أستاذ محمد، ما هي أبرز القطاعات اللي تتوفر ضمن إطارها شواغر من خلال معرض المرأة والعمل؟ بكرة يعني عندنا قطاع المصارف، قطاع التعليم، قطاع وكالات السيارات، قطاع الصناعي، قطاع البيع بالتجزئة، يعني قطاع الضيافة والسياحة، عندنا يعني كل القطاعات موجودة. يعني عندنا تقريبا عدد من البنوك، وكالات السيارات، شركات الصناعية الكبرى، الباب، أبكو، بنجاز، أسري، معظم الشركات الكبيرة، أيضا السياحة، عندنا وكالات سفر وسياحة، عندنا شركات تسويق سياحي وإلى آخر، البيع بالتجزئة، عندنا الشركات الكبرى اللي اليوم نعرفها مجموعات يعني كبيرة من الشركات الكبرى اللي في قطاع البيع بالتجزئة، عندنا أيضا قطاع الطبي للناس اللي تخصصات طبية أو ممرضين أو أطباء أو هذه، وبرواتب مختلفة ومتنوعة للطبيب والطبيب يعني ذا الخبرة وللممرضة والممرضة اللي عندها خبرة والوظائف الداعمة، أيضا في قطاع الخدمات بمختلف أشكاله، وكالات السيارات عندنا من التسويق والمعرض والورش الداخلية وإلى آخره، لكن الوظائف كلها متناسبة مع البنات. يعني احنا ركزنا أن شنو نقدر في وكالات السيارات ناخذه للبنات، شنو نقدر في قطاع الخدمات ناخذه للبنات، شنو نقدر في قطاع الضيافه والسياحه مناسب للبنات. فهذه يعني اجتهدنا فيه وعملنا عمل جيد على اساس انه نستقطب هذه الشركات. طبعا المثل السليم ايضا كان انه يعني سمو الاميره الله يحفظها هي اليوم الاول اللي هو يوم الافتتاح بكره يعني راح توجه خطاب تكون موجود يعني كل مدراء الشركات اللي عندهم وظائف واللي ما المساحات ما سنحت ان نستضيفهم في هالمثال معرض، نتوجه لهم في لقاء مباشر بين سموها وبين هذه الشركات على اساس تشجعهم ويعني وتوجههم الى ان ياخذون المزيد من البحثات عن العمل البحرينيات، وايضا تستمع الى وجهات نظرهم، تستمع الى ان شنو عندهم من ملاحظات على اساس ان يشتغلون وزارة العمل بالإضافة إلى المجلس على التدريب المهني وبقية الجهات اللي لها علاقة، لأن السنوات المقبلة تكون الظروف أحسن وأن تكون المخرجات أحسن ويكون المساحة هذه أو المسافة هذه بين الباحث عن العمل وصاحب العمل اختصرناها سويناها يعني أقل ما يمكن. كل الشكر والتقدير لك الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل الأستاذ محمد الأنصاري، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا.